فشل الثالث محاولة لزعزعة أسعار العملة الوطنية في السوق المحلي منذ بدء العدوان، وبعد عدة أيام من محاولة أصحاب النفوس المريضة بالمضاربة بأسعار الدولار وفتح أسواق سوداء، عاد الريال اليمني إلى وضعه الطبيعي ولم يطرأ عليه أي تغيير. وبعد أن تبين وقوف بعض الجهات الموالية للعدوان خلف تلك المحاولات التي رافقتها حملات إعلامية أغلقت الجهات الأمنية والرقابية بأمانة العاصمة والمحافظات محلات الصرافة المخالفة والتي ثبت تورطها في المضاربة بأسعار الصرف وإحالة القائمين عليها للتحقيق. يواصل العدوان السعودي استهداف المزارع في عدد من المحافظات، وقال مصدر محلي في محافظة صعدة إن معظم المزارع في المناطق الحدودية تتعرض لاستهداف بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا. إلى ذلك استهدف طيران العدوان السعودي مزارعا للنخيل بمحافظة الحديدة، وأوضح مسؤول محلي أن طيران العدوان الذي تقوده السعودية شن غارتين استهدفتا مزارع النخيل الواقعة بين منطقتي القطابة وأبو زهر بمديرية الخوخة. أعلنت دولة العدوان السعودي إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة لتفادي انهيار اقتصادي وشيك بعد ارتفاع العجز في الموازنة إلى أعلى المستويات نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وارتفاع فاتورة عدوانها على اليمن. وكشفت وزارة البترول السعودي مؤخرا عن تخفيض الدعم الحكومي على المشتقات النفطية ورفع أسعارها لتوفير 50 مليار دولار. ويرى مراقبون أن تحرير أسعار الوقود في السعودية سيكون له تداعيات سلبية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص. وكان البنك الدولي قد طالب دولة العدوان السعودي بسرعة اتخاذ إصلاحات اقتصادية عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي المتسارع.